هو أحد تدخلات أعوان الحماية المدنية، علهم ينقذون روحا من موت محقق نتيجة تسرب الغاز أو القاتل الصامت، رغم الحملات التحسيسية لمن خاطر الاستعمال السيء لغاز المدينة. خاطر الناس باش توعى، هل هذا غاز متسرب؟ هذا يعيطوا له القاتل الصامت، انه يقتل في صمت، ما تشعرش بيقي، لا لقيت روحك مولانا الدامة. لهذا خلي الناس توعى، هذا من مصلحتنا، ماهيش مصلحه، ما لنا مصلحته هو، مصلحتنا عن الجميع. خاطر هذا الغاز هذا ما يرحم حتى واحد، لا منطق لا كبير لا صغير. الجهات المعنيه تسعى جاهده للتحسيس بخطر تسرب الغاز من خلال التقرب منهم مباشره وتقديم نصائح وارشادات. هذيك يكون عاد باقي يشعل يخلق هذاك الاحمرار والتهويه والتهويه مليحه، هذه التوصيلات راك دايرهم مليح. والهدف من هذه الحمله هو التقليل من حده هذه الاخطار، ولقد سجلت مصالح الحمايه المدنيه لولايه البيض 48 تدخل في هذه السنه 2023، منها انقاذ 136 اسعفوا ووفاتين. نقوم ببعض النصائح والارشادات على مستوى المدارس والتكوين المهني والمساجد والساحات العموميه من اجل تقليل من هذه الحده. وتأتي هذه الحملات ضمن جهود مضنية وحثيثة ليعي المواطن أنه ينام مع الخطر إن لم تكن لديه ثقافة الوعي، فغيابها قد يودي به إلى القبر لا قدر الله.